مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. عاش ريفكا أجواء مباراة الكاميرون ضد صربيا، وقد شجع المنتخب الصربي بكل جوارحه متمنيا خسارة الكاميرون، إلا أنه في الأخير انتهت المباراة بتعادل لكلا الفريقين. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.